بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أخواتي، مرحبا بكم مرة أخرى على مستوى قناة ركن الفرص. قناتنا كما تعلمون موضوعها هو نشر جميع الفرص المتاحة، يعني التي تستهدف الشباب بصفة عامة، وكل من يريد تحقيق طموحاته ورغباته وأهدافه إن شاء الله. هذه الفرصة هي فرصة مرة أخرى من إيطاليا. هذه الفرصة هي تدريب عملي بعد نشرنا وشرحنا لفرصة التدريب العملي في فرنسا كمساعد مدير متجر. الآن سنشرح فرصة من الفرص المتاحة حالياً في إيطاليا. هذه الفرصة هي تدريب عملي، يعني مدفوع الأجر طبعا، في إيطاليا في المجال الإدارة والتمويل والمجال الرقمي لسنة 2019. في هذه الفرصة آخر موعد التقديم لهذه الفرصة، أحب أن صراحة أن أبدأ بآخر يعني مواعيد التقديم إلى الفرصة كي أشجع يعني الشباب لتقديم لهذه الفرصة ومنح أمل في يعني منح أمل لهم في تقديم لها إليها عفوا. فهذه الفرصة هي مقدمة من طرف إيراسموس أنترن. سيعمل المتدرب المالي أو الإداري مع فريق إدارة المشاريع الدولية والرقابة والمراجعة والإبلاغ، حيث ستتناول المهمة المحددة دعم كبار المديرين في إعداد التقارير الدورية ومراجعة الحسابات والرقابة المالية والإدارية، مع الإشارة المحددة إلى المشاريع الدولية بما في ذلك وضع الميزانية والشيكات المالية. مدة التدريب إخواني أخواتي هي 6 أشهر في إيطاليا، ويعني يتيح لكم الانضمام إلى شركة X23 SRL. بالنسبة للمسؤوليات المخولة إلى المتقدم أو التي ستخول أو التي ستعطى إلى المتقدم لهذه الفرصة، هي القدرة الجيدة على التواصل مع الزملاء الداخليين والمؤسسة ككل، الحصول على اتفاق عادة من الإدارة العليا، القدرة على دعم الموظفين والفرق في إجراء التغييرات الموصى بها بما في ذلك المساعدة في حل أي مشاكل متعلقة ببرنامج الحضانة والتسريع. بالنسبة للمنافع، سيتم تقديم تعويضات مالية وسداد جميع التكاليف لمقدم الطلب الناجح. بالنسبة للمعايير يعني أو الشروط التي يعني تؤهل الشباب أو المتقدمين تقديم لهذه الفرصة، هي اهتمام قوي في الأعمال التجارية وتطوير الأعمال، فهم ممتاز للتكنولوجيا المعلوماتية، القدرة على العمل تحت الضغط على مشاريع متعددة، بالإضافة إلى اللغات. بالنسبة للغات، اللغات المطلوبة هي اللغة الإنجليزية كما قلت سالفا، فبالنسبة للغة الإنجليزية هي اللغة المطلوبة على الصعيد العالمي، وهي لغة يجب على الجميع تعلمها للتقديم للفرص المتاحة، سواء تعلق الأمر بالعمل أو تعلق الأمر بالتدريب العملي أو تعلق الأمر بالمنح. بالنسبة للمستوى المطلوب في اللغة الإنجليزية هو المستوى B2،
والإيطالية مستوى أساسي A2، شهادة جامعية ماجستير، يعني المستوى المطلوب للتقديم لهذه الفرصة ماجستير، يعني الماستر، يعني الخبرة غير مطلوبة في هذه الفرصة، وأيضا مهارات تحليلية ممتازة واتباع نهج قائم على الأدلة، مهارات مالية ممتازة مع القدرة على العمل مع أدوات المراقبة والتقارير الرقمية. بالنسبة للشروط، الشروط المطلوبة للتقديم لهذه الفرصة بالنسبة للجنسية، هي جميع الدول العربية لها الحق، جميع شباب الدول العربية لهم الحق في التقديم لهذه الفرصة، بالإضافة إلى يعني كلا الجنسين لهم الحق في تقديم الشغف أو يعني التخصص هو الأعمال. بالنسبة للمعلومات أخرى، التمويل راتب شهري في هذا يعني التدريب، تعطى الفرصة أولا، تعطى الفرصة يعني بدل معيشي، مكان الفرصة إيطاليا كما قلنا سالفا، الوثائق المطلوبة هي السيرة الذاتية، والفرصة تستهدف بالأخص المحترفون الشباب، يعني الفرصة متاحة للجميع لمن يريد أن يتقدم إليها، لا يعني لا تشترط تخصص معين. بالنسبة للتخصصات المطلوبة هي قلنا الأعمال، والمستوى التعليمي هو الماستر أو الماجستير. اللغات المطلوبة قلنا سالفا هي اللغة الإنجليزية واللغة الإيطالية. فأنصحكم إخواني أخواتي بتعلم اللغة الإنجليزية، فهي من اللغات المطلوبة حاليا في جميع أنحاء العالم، ومطلوبة في جميع التخصصات وجميع يعني الفرص المتاحة. كما أشرنا سالفا بأن التدريب هو في إيطاليا، يعني مدفوع الأجر في المجال الرقمي والتمويل والإدارة. آخر موعد للتقديم هو 30/9/30 شتنبر 2019. هنا إخواني أخواتي سأضع لكم رابط يعني الفرصة من الموقع الرسمي أو الموقع التي نشرت في هذه الفرصة، لتتطلعوا ولي يعني تفهموا جيدا، وللمزيد من المعلومات حول هذه الفرصة قبل التقديم إليها. فأتمنى لكم إن شاء الله النجاح والسداد، وأطلب من الله أن يوفق الجميع إلى ما يحب ويرضاه، وأن يبلغ الجميع هدفه، وأن يحقق الجميع طموحاته. فلا تنسوا الاشتراك إخواني أخواتي، لمن لم يشترك في القناة أن يشترك، وأن يضغط زر الجرس، وأن يشارك الفيديو أو هذه الفرصة مع الشباب الآخرين، الأصدقاء يعني العائلة، لم لا، ليستفيد الجميع. نحن هنا لنتقاسم معكم جميع الفرص المتاحة، ولن نبخل عليكم بإذن الله في نشر جميع الفرص، إن لم يكن يوميا فربما كل يومين، ربما كل 3 أيام، في مقدورنا سنصل إن شاء الله إلى أسبوع، ربما يعني إن لم يكن يوميا، هذا القرار لم يتخذ بعد، ولكن سنعمل جاهدين إن شاء الله وبحول الله وبعون الله في نشر كل الفرص المتاحة حاليا كل يوم. هذا هو هدفنا، أن ننشر المنح، عفوا، الفرص المتاحة ليستفيد الجميع، ولن نبخل عليكم إخواني أخواتي في نشر هذه المعلومات. ونتمنى لكم السداد والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.